السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رح نحكي ليش وكيف بتصير عملية التنظيف. هل خطر على بالكم شو اللي بيصير بالملابس أو الصحون أو الأيدي حتى ينظفوا؟ بهذا التسجيل رح نشرح هالعملية بكل بساطة، وهذا الفهم بيساعدنا لحتى نفرق بين التنظيف والتعقيم وكيف بتشتغل مواد التنظيف، لأن بهي السلسلة رح نتناول تقريبا كل مواد التنظيف اللي بنستخدمها بالمنازل، ونحكي عن فوائدها وأخطارها وأحسن الطرق لاستعمالها وبدائلها. رح نحكي عن الكلور والمبيضات والمعطرات والفلاش وغيرها بالتفصيل العلمي. تتألف بنية الصابون أو أي مادة تنظيف من جزئين، جزء محب للماء اللي هو الرأس، وجزء كاره للماء اللي هو الذيل. والأوساخ عادة هي عبارة عن دهون أو مواد عضوية أو مواد يعني غير الماء، فلما تتقابل الأوساخ أو بقع الزيت مع الصابون بوسط مائي، فبيتحرك الجزء الكاره للماء اللي هو الذيل نحو بقعة الزيت، فبيتشكل مثل كرة جدارها الخارجي مادة التنظيف أو الصابون، وداخلها بقعة الزيت أو الأوساخ. بنلاحظ بهذا الفيديو كيف لما بتنخلط مادة التنظيف مع الماء، قسم منها بيتحرك لفوق للهواء هربا من الماء، وقسم بيتحرك نحو البقع أيضا هربا من الماء. وبهذا الشكل رسم توضيحي كيف الصابون عم يهاجم البقعة وعم يحاول ينتشلها ويحاوطها من كل مكان حتى تصير مثل كرة وتسبح بحوض الغسيل، وبيصير شكل الحوض هيك. كل ما صار خلط بتنزل جزيئات الصابون من الأعلى وبتاخد البقع من القماش وبتشدها للوسط على شكل كرات بداخلها هي البقع أو الأوساخ، وبتستمر هي العملية لحتى نتخلص تقريبا من كل البقع، وبنحصل على سائل مليء بحويصلات أو كرات بتحتوي هي الأوساخ. وبعدين بالشطف بكمية كبيرة من الماء بنتخلص من هي الكرات وبنحصل على النظافة المطلوبة. فقاعة الصابون لما بتنتهي كل الدهون والأوساخ، فجزء الكاره للماء ما بيلاقي مكان يلتجئ له غير الهواء اللي بيكون داخل السائل، فبيعمل كرة داخلها هواء، يعني بدل ما كان داخلها دهون أو أوساخ بيصير داخلها هواء، وبيصير وزنها خفيف فبتنطلق للخارج وعلى السطح بتتقابل بالصابون اللي كان أساسا هربان من المي ومتجمع على السطح، بتلاقي وبتتكون فقاعة الصابون اللي بيكون جدارها ماء ومن الداخل هواء ومن الخارج هواء. الرؤوس المحبة للماء متقابلين كونين بيناتهم طبقة من الماء، والزيل الكاره للماء متجه للداخل وللخارج. يعني لما ما بيلاقي الجزء الهيدروفوبيك أو الكاره للماء أوساخ يلتجئ إلها، فبيلتجئ للهواء وبيكون فقاعة الصابون أو الرغوة. مشان هيك لما منغسل ايدينا بعد الاكل وهي عليها زفر، اول مرة ما بترغي، تاني مرة بتبلش تكون الرغوة، معناها الرغوة دليل نظافة. بس طبعا لا تخافوا، صحيح انه الرغوة هي دليل الوصول للنظافة، وبالغسالات الاوتوماتيك ما بيصير عنا هي الرغوة. ما معناه ما صار عنا نظافة، معناه انه مساحيق غسالات الاوتوماتيك بينضف لها مخمدات رغوة حتى ما تأثر على الغسالة نفسها. ومخمدات الرغوة هي مواد مصنعة من المشتقات السيليكونية وغيرها، بتهاجم الفقاعة فبتمنع إحاطة مادة التنظيف بالهواء وهو خارج، فبتمنع تشكل فقاعات الصابون والرغوة. هاي كانت فكرة عامة عن كيفية التنظيف، والمرات الجاية إن شاء الله نحكي بالتفصيل عن كل مادة تنظيف وطريقة استعمالها ومنافعها وأخطارها. بتلاقوا بصندوق الوصف رابط للمحاضرة باللغتين الإنجليزية والعربية، كمان روابط المراجع اللي اعتمدت عليها بالتحضير. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم.